عكسر رجل منبوز على الإنترنت يحرم من دخول المملكة المتحدة. أخبرناكم عن جوليان بلانك الذي شجع على الإلحاح والاستخفاف بالنساء للوصول إلى الكامن بين أفخاذهن، حيث أن ذلك غالبا ما يكون صعبا جدا. والشيء المؤكد من وراء هكذا حملات اجتماعية هي غرفة مليئة بالحمقى والذين يدفعون $500 للاستمتاع إلى هراء بلانك. ولهذا وضعت بعض الدول اسم بلانك على قوائم الإبعاد وعدم السماح بالدخول، فبريطانيا رفضت منحه فيزا للدخول إلى أراضيها. وقد قطع الأستراليون جولته بالاحتجاجات والضغط على الحكومة لسحب فيزا من هذا الأحمق، كما وقطعت الناس جولته في كوريا الجنوبية والبرازيل.